احب اني احط التوني على ايدي بهالطريقه. كله طاح. احس اني ابي انام صدق، شكلي ما بكمل الفيديو، بروح انام وبشوفكم في الفيديو الجاي. باي. اخ يا جايز صدق احس اني بنام. هاي بنات شو اخباركم؟ معاكم يارا. نفس ما انتم شايفين انا حاطه فل فيس اوف ميك اب، الحين بشيله كله. اليوم انا براويكم شلون انا اشيل مكياجي واعتني ببشرتي عشان اتاكد انه ما في ولا نقطه مكياج عقب لا اشيله. العنايه بالبشره مو بلازم تكون وايد صعبه، بس في نفس الوقت في خطوات جدا مهمه لازم تسوونها كل ما تشيلون مكياجكم. فاذا تبون تعرفون شنو نصايحي وانتم تشيلون مكياج، كيب واتشين. لا تنسون تسوون لايك كومنت وسبسكرايب وتتابعونا على الانستغرام وعلى التيك توك. ويلا خلينا نبدا ويا الفيديو. اول خطوه، اذا انتم ما تصورتوا اليوم بمكياجكم الحلو، اخذوا لكم سيلفي عقب كملوا. الصوره ما عجبتني، الحين نشيل المكياج. اول شيء طبعا راح نستخدم ميك اب ريموفر، وانا اليوم بستخدم الميك اب ريموفر مالنا من بنفيت كوزمتكس اللي اسمه ريموفر. انا اللي احب اسويه لما اشيل مكياجي اني ابدي في الاماكن اللي تاخذ وقت وايد، اللي هي العيون، الماسكارا. اوه ماي جاد، ايش كثر ياخذ منكم وقت انكم تشيلون الماسكارا؟ اذا ما شلنا الماسكارا كامله الرموش تطيح، الغبار والوسخ والدنيا تكون ملصوقه في عيونك، تقدرون تحصلون التهابات في عيونكم، وهاي شيء جدا خطر. تقدرين تحصلين يعني مع الوقت حبوب حول عيونك. عدة اشياء ممكن تصير اذا انتم ما شلتوا الماسكارا، فتاكدوا انكم تشيلونها 100%، وانا براويكم شلون. اول شيء باخذ قطنه، وانا اوريدي قاعده احط عليها الميك اب ريموفر، حطيت كميه عدله، فحتى وانتم حاطين رموش تاكدوا انكم تحطون القطنه اللي عليها ميك اب ريموفر على عينكم لمده دقيقه انزين او اكثر. فانا بس بخليه كذي وبرتاح، يعني اخذوا هالوقت عشان تكونون مرتاحين. احس انا يوم اشيل مكياجي في الليل صدق احس ان هذا الوقت حقي انا، هال 15 دقيقه اللي انا اشيل فيها مكياجي واعتني فيها ببشرتي اتس مي تايم، وقت حقي انا بس، ما حد يقدر يكلمني. فانا اقول لكم اذا مثلا تتكاسلون وانتم تشيلون مكياجكم، فكروا فيها بطريقه ثانيه، هذا الوقت لكم انتم، ما في احد ثاني يقدر يكلمكم، انتم قاعدين تاخذون وقت عشان تعتنون بروحكم وببشرتكم، وهاي اكثر شيء اللي بيفيدكم في المستقبل. فالحين بشيل القطنه، وفي نفس الوقت حاولوا انكم ما تشدون وايد في منطقه العين، الرمشه بروحها انشالت بروحها يعني طاحت تقريبا، فهاي الحركه اللي قاعدين نسويها الحين قاعده تذوب المكياج قبل لا ان احنا ندخل ونفرك ونشيل الماسكارا بطريقه عدله. فانا بهالطريقه بس قاعده اسحب شوي شوي. طبعا احنا للحين ما شلنا الماسكارا 100% من هالعين، خلينا الماسكارا تصير ألين عشان بعدين لما ندخل ونفرك يعني ما نفرك بطريقه وايد قاسيه. كذي شلنا معظم الماسكارا، باخذ قطنه ثالثه الحين وبستخدمها حق عيوني اثنيناتهم، واللي بسويه بشفسه على صبعي بهالطريقه وببدي اني اشيل الماسكارا كذي، لانه اوريدي في الخطوه اللي طافت شلت معظم الماسكارا، فالحين بس قاعدين تاكدون انكم تشيلونه من كل شعره، تشفسونه على صبعكم وتبدون تشيلون ماسكارا كذي من فوق، انزين؟ بس رولت على عيونكم، لفوه على عيونكم بطريقة وايد خفيفة. هاي الحيلة أنا اكتشفتها يوم من الأيام وأنا أشيل الماسكارا، قلت ليش ما أسوي كذي؟ عشان ما أخسر قطن بزيادة بستخدم نفس القطنة عشان أشيل مكياج الوجه. شيلوا الفاونديشن والكونسيلر وكل شيء، اتأكدوا إنكم ما تخلون أي مكان. طبعا اللي سويناه الحين ما يكفي بالمره للبشره، بعدين الخطوات اللي جايه بنركز فيها بالبشره اكثر واكثر. سو بيسكلي الحين حق حواجبنا، الحواجب اهم الشعر، زين؟ وبين الشعرات المكياج يظل، فتاكدوا اذا تبون حواجبكم تطلع كثيفه دائما وتطول بطريقه صحيه، لازم تتاكدون انكم تشيلون كل المكياج اللي في حواجبكم. حق الحواجب ابي اتاكد ان كل شيء، كل المنتجات اللي انا حطيتها خصوصا الواتر بروف برودكت تذوب، فبسوي نفس الحركة وبخلي القطنة على حواجبي لمدة دقيقة بطريقة وايد خفيفة. الحين فركوا حواجبكم جدا بطريقة وايد خفيفة عشان الشعرات ما يطيحون، بس لازم تفركونهم عشان لأن أكيد في شوية منتج باقي على الحواجب، تقدرون تمسحون من البداية للنهاية وبعدين مرة ثانية من النهاية للبداية كذي، بس خلوا يدكم وايد خفيفة.
شلت المكياج من الحاجب الثاني، وبعد شلت اللبستك اللي كنت حاطته ويا ميك اب ريموفر عادي بس شلته. بعد ما تشيلون مكياجكم بالميك اب ريموفر، الحين ثاني خطوه هي الدبل كلينزينج. ثاني خطوه الحين لازم نتاكد ان نشيل المكياج اللي تحت اول طبقه من البشره. شلون نسوي هذا الشيء؟ نستخدم غسيل الوجه. قبل لا تحطون غسيل الوجه لازم تتاكدون ان بشرتكم رطبه، فحطيت ماي على وجهي. عندي غسيل وجه مالي بس بحط نقطه واحده كذي. والحين لازم تفركين وجهك لمده دقيقه كامله. هاي اللي انا حسيت جدا جدا ساعدني وانا اعتني ببشرتي، اني افرك لدقيقه كامله بالضبط عشان اتاكد ان كل المكياج انشال من داخل المسامات. وهذه الدقيقه صدق تسوي فرق. يو جايز، غسلت وجهي وحاسه بالانتعاش. احس اني ابي انام صدق. شكلي ما بكمل الفيديو، بروح انام وبشوفكم في الفيديو الجاي. باي. الحين اقدر انتقل للخطوه اللي بعدها. سو خلصنا من ازاله المكياج، ننتقل للتونر. والتونر اللي يسويه عباره عن سائل تحطينه على وجهك بقطنه بايدك. الخطوه بين ازاله المكياج وبين الترطيب، التونر فيه له عده فوائد. اول شيء يساعد بشرتك انها تمتص المويسترايزر او المرطب اللي تحطينه. التونر يخفف من مظهر الدهن وبنفس الوقت يصغر المسامات اذا تستخدمينه بشكل يومي. نفس مبدا غسيل الوجه، كل واحد يحتاج تونر غير على حسب نوع بشرته. احب اني احط التونر على ايدي بهالطريقه. اوه كله طاح. واللي اسويه بس كذي، احطه على وجهي بهالطريقه، اتاكد اني اروح فوق المناطق اللي فيها مسامات اكثر شيء. طبعا 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 اذا تستخدمون يدكم اتاكدوا ان ايدكم معقمه ونظيفه، بس انا افضل هاي الطريقه عشان اتاكد انه التونر كله دخل في بشرتي. بعد التونر تقدرون تنقلون سيده للمويسترايزر او المرطب، بس انا احب اني استخدم سيرم. والسيرمز اللي يسوونه يعني يدخلون الفيتامينات في بشرتك او الكولاجين، نفس الشيء اللي بشرتك تحتاجها تحطينها في هذه الخطوه بعد التونر. فانا بستخدم السيرم مالي بهالطريقه بس 1 بامب. السيرم اللي انا استخدمه فيتامين سي عشان يعطي بشرتي نضاره، وبعد الفيتامين سي يعالج الالتهابات، يعالج التصبغات. فدائما احس ان لين استخدم فيتامين سي يساعدني في هذا الشيء. بس طبعا كل واحد بشرته غير، فلازم تتاكدون مع الطبيب ان المنتجات اللي تستخدمونها مفيده لبشرتكم. الحين عقب هذا الشغل كله وعقب هاي التعب كله، تحتاجين مرطب عشان اول شيء ترطبين بشرتك، حتى لو بشرتك دهنيه تحتاجين مرطب. وثاني شيء المرطب لانه هو اخر طبقه في السكين كير مالكم، هو يحبس كل الخطوات اللي سويتيها قبل. فانا بستخدم التوتال مويستشر فيشل كريم من بنفيت كوزمتكس لانه هو من المويسترايزرز المفضله اللي عندي. ازعب بهالطريقه على وجهي وبكل نعومه كذي احطه على وجهي. اخ يو جايز، صدق احس اني بنام. رطبت بشرتي، الحين صار وقت اني ارطب حواجبي. نعم، نفس ما انتم تستخدمون كونديشنر او بلسم حق شعركم، حواجبكم شعر بعد اكيد، فلازم تستخدمون شيء عشان يمويسترايز يور براوز، ترطبونهم. فهذا هو البرافو كونديشنينج برايمر، جدا سهل استخدامه. الناس دائما يسالوني شلون اقدر اكثف حواجبي، شلون اقدر اطولهم بزياده. هذا هو جوابك، البرافو كونديشنينج برايمر. تفرينه لين ما هذا الجل يطلع. هذا هو جل مغذي، تمشطينه في حواجبك ويحتوي على الكيراتين والصوي بروتين اللي يساعدون على تكثيف حواجبك وتطويلهم. بعد شفتوا شلون الفرشه فيها دقات تقريبا؟ هاي الدقات تستخدموها عشان تسوون مساج حق حواجبكم. هذه الحركه اللي تسويها تساعد في الحركه الدمويه اللي بعدين يطول شعر حواجبك. هو اتاكد اني امشطف كل شعره في حواجبي. كل ما تستخدمون هذا المنتج كل ما تشوفون ان حواجبكم بتصير كثيفه اكثر، فانا وايد انصحكم فيه. فاخر شيء سويته اني رطبت شفايفي وكذي شلنا مكياجنا وتاكدنا انه ما في ولا نقطة باقية. ان شاء الله عجبكم الفيديو وان شاء الله استفدتوا منه وتعلمتوا شيء جديد اليوم. اذا تبوني اسوي فيديوهات نفس هذه مرة ثانية كتبوا في التعليقات. اتاكدوا حبايبي بليز، اتاكدوا انكم دائما تشيلون مكياجكم قبل لا تنامون. صدقوني في 20 سنة بتشكرون روحكم. لا تنسون تسوون لايك كومنت وسبسكرايب وتابعونا على الانستغرام وعلى التيك توك، وبشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. باي.